عودوا إلى المغرب. تنطلق غدا الخميس بمسالك النادي الملكي للغولف دار السلام بالرباط منافسات الدار الأولى للسلسلة الدولية للمغرب آسيان تور بمشاركة وازنة لأبرز الأسماء. تتميز المرحلة 17 من الدوري الآسيوي للغولف بمشاركة 8 من بين أفضل 10 لاعبين الأوائل في التصنيف الآسيوي، فضلا عن العديد من نجوم دوري ليف غولف، يتقدمهم أسطورة الغولف التايلاندي كيراديش أفي بارنارت متبوعا بمواطنه نيتيثورن ثيبونغ حامل لقب بطولة السلسلة الدولية لسنغافورة، واللاعب الكوري بيو كيم المصنف السابع والساعي للدفاع عن لقبه، والنجم المغربي أيوب الكيراتي. وتعد هذه المرة الأولى التي تجرى فيها إحدى منافسات الدوري الآسيوي في منطقة شمال إفريقيا. تم إطلاق السلسلة الدولية للغولف التي يشرف على تنظيمها بشكل كامل الدوري الآسيوي بهدف تعزيز ممارسة رياضة الغولف في آسيا والشرق الأوسط. جدير بالذكر أن قيمة الجائزة تبلغ 1.5 مليون دولار. أنا متحمس جدا بحضوري هنا إلى المغرب. كما قلت سابقا، من الجيد العودة مرة أخرى إلى إفريقيا. أنا متحمس من أجل خوض هذا الملتقى. أعتقد أن المغرب قام بعمل رائع باستقدام أفضل لاعب رياضة الغولف في العالم لخوض هذه المنافسات. سيكون أسبوعا رائعا ونحن نتطلع لنيل اللقب. كيف ما قلت، هذا افونتاج لينا باننا غنلعبوا في ان باركور اللي كنعرفوه واللي ديجا لعبنا فيه سو بريسيون، لعبنا تلعبوا فيه كل سنه تقريبا بطوله المغرب وكنلعبوا فيه دوطخ تورنوا. دونك هذه سيت اون اوبورتونيتي ديالنا. مي الغولف رياضه كيف ما كنقول لك تتلعب ضربه من بعد ضربه، ما نقدروش نعرفوا واش غادي يدوز. دونك حنا غادي نحاولوا نعطيو اللي في جهتنا والكمال على الله ان شاء الله. اون تري زورو دو ريسيفوار لازيان تور. نحن سعداء جدا باحتضان هذا الملتقى الدولي. إنها مرحلة ستمكننا من الوقوف على مدى تطور مستوى اللاعبين المغاربة واحتكاكهم بأفضل اللاعبين القادمين من مختلف دول العالم. نتوفر في المغرب على بطولة تنافسية من مستوى عالٍ. هذا ما يؤكد تألق مجموعة من اللاعبين المغاربة في الملتقيات الدولية هذه السنة، حيث أحرزوا لقب بطولة إفريقيا. كما للاعبين المغاربة رتب متقدمة في التصنيف الفردي، دون نسيان الإنجاز الغير مسبوق للبطلة إيناس القلالش التي حازت على لقب بطولة السيدات في الدوري الأوروبي. كلها إنجازات ستفتح الطريق أمام اللاعبين المغاربة الشبان للتألق أكثر مستقبلا. C'est vraiment, Inch'Allah, elle a ouvert la porte à de futures réussites pour nos joueurs.